السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أمي تسنيم. عارفين يا جماعة قصة فيلم المرأة والساطور، المرأة والساطور بتاع نبيل عبيد؟ القصة بتاعت النهاردة دي زيها بالظبط يا جماعة، بس مع اختلاف حاجات كده. القصة بتبتدي من عند واحدة وواحد متجوزين، حياة هادية، كانوا بيحبوا بعض. الست دي بيقولك في قمة الجمال والاحترام والشياكة والنظافة وكل حاجة حلوة فيها. الست دي بتقول لك ان انا لاحظت ان زوجي على طول ليه مكالمات ليليه، بيتكلم على الفيسبوك، عامل بصمه للتليفونات بتاعته، على طول بيسيبني ويقعد يتكلم في البلكونه، على طول بيسيبني اوقات كتير ويقول لي ان انا هبات في الشغل وبتصل ما بلاقيهوش في الشغل. لغايه ما في يوم من الايام انا واجهته وقلت له انا حاسه ان انت بتخوني وكده. قال لها انا بخونك. شفتوا يا جماعه، بدل ما يخبي او حاجه قال لها انا بخونك، وبدل مع الواحدة 10. قالت له خلاص، طب انت سايبني ليه على ذمتك اما انا مش عاجباك؟ خلاص طلقني. قال لها لا انا مش هطلقك، انا بحبك ومش هسيبك، بس انا فيها طبع ان انا بحب الستات، وبدل الواحدة 2 و3 و4 و5 بحب العلاقات النسائية. فطبعا يا جماعة لما واحدة تسمع كده تقول ايه؟ هتقول ان هي اكيد فيها عندها نقص، هي اكيد فيها حاجة غلط، عشان كده جوزها ما بيحبها، مش مال يعني ايه زي ما بيقول. الست يا جماعه لما بتلاقي زوجها بيبص على واحده غيرها بتحس ان هي فيها حاجه ناقصه، او تحس ان بتتكسر من جواها يا جماعه، بتحس ان هي مكسور انثتها زي ما بيقولوا كده. فطبعا من بعد ما واجهته كده يا جماعه بقى علني، بقى يتكلم علني مع الحريم في البيت، يروح يقابل علني، يمشي مع اصدقائها الانتيم، قرايبها، بنت عمها، بنت خالها. ايه ده؟ بقت بصوا يا جماعه تقول لك انا كنت حاسه بكابوس، او عايشه ان انا حاسه كده ان انا بحلم. كان بيعرفها ان هو ماشي، كان بتشوف على تليفونه بعد ما كان مخبي، لا بكل حاجه قدامها، بتشوف علن الرسائل، بتشوف ان هو بيمشي مع دي. انا مشيت النهارده مع مرات فلان، انا رحت بيتها، انا رحت عند مرات فلان وقعدت معاها، انا عملت مع دي علاقه ومع دي علاقه. الست بتقول لك انا كنت خلاص حاسه ان انا هموت، وبقول له سيبني مش راضي يسيبني. لغايه ما في يوم من الايام قررت خلاص ان انا اتخلص منه، بعد ما انا خلاص رحت لقرايبه والاهل واشتكيت للدنيا كلها، وحتى كنت ارفع عليه قضيه وهو مش راضي يسيبني ولا عايز يطلقني. لغايه ما في يوم من الايام قلت خلاص انا هتخلص منه. راحت جايبه منوم يا جماعه وحاطه له في العصير، بعد ما نام راحت مدخلاه الحمام، حاطه حصيره كده اللي هما بيقولوا عليها القياس، قياس يا جماعه اللي بنقعد عليه في الصيف ده، في الحمام، وراحت حطاه وحاطه زوجها عليه، وفضلت تقطع فيه يا جماعه حتت حتت بالسطور. وبعد ما عملت كده ما كفهاش، راحت دلقه عليه بنزين وراحت مموتاه، لغايه ما اتحرق خالص يا جماعه، وبقى شويه رفات عظم. راحت لما الحاجات دي ومنظفه كل حاجه، وراحت مديه حتى العظم بتاعه في اكياس ومديه للبواب يرميه في الزباله. البواب نزل يا جماعه بيرمي الاكياس اللي هي اديتها له، فيتفاجئ ان الكلاب عماله تشد منه كده، واول ما فتحوا الاكياس لقوا عظم بشري، حاجات كده باين قوي ان هو عظم بني ادم. راح بسرعه بلغ، لما بلغ راحوا جابوا الست دي مين اللي في الشنطه دي، راحت قالت لهم جوزي انا اللي عملت فيه كده، عملت فيه كده لان هو كان معيشني في عذاب، كنت على طول يحسسني ان انا عندي نقص، ان انا ست مش حلوه، الاحساس ده كان بيموتني بدل المره 10. لغايه ما في يوم من الايام قررت ان انا اخلص منه وعملت اللي انا قلت لكم عليه يا جماعه. طبعا لما الزوج يخش ويلاقي مراته مع واحد على السرير يحق له ان هو يموتها، وبيخش في القانون يعني، وبيروح المحكمه وكده، القانون بيديله عقوبه قليله. لكن لما الست يا جماعه تعمل كده في زوجها، اتحكم عليها النهارده على فكره بالاعدام يا جماعه، خدت اعدام. طبعا يا جماعه لو الواحد مشي وحش، هو بني ادم كده غاوي حريم، طب ليه بتاخد بنات الناس وتبهدلهم معاك؟ طبعا يا جماعه الواحده بتحس ان هي مقتوله من جوه لو زوجها بيبص على واحده. ايش حال بقى هو كان بيجي يقول لها كل حاجه يا جماعه، يقول لها انا كنت مع دي النهارده وهبقى مع دي بكره وهبقى مع دي بعد بكره. الست دي تعمل ايه يا جماعه؟ طبعا انا مش ما بقدملهاش اعذار، هي غلطانه، هي كانت سابته يروح لحال سبيله وما كانتش ليها دعوه بيه، بس ما كانتش عملت كده وضيعت نفسها يعني. يا
رب تكونوا استفدتوا بأي حاجة من الفيديو. معلش بقى أنا بجيب لكم قواضي والله العظيم صعب صعب يعني، اعذروني بس ده أنا بحب أجيب القصص دي يا جماعة عشان الناس تسمع وتاخد عبرة، تسمع وتاخد عبرة يا جماعة من الفيديوهات. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش بقى باللايكات والتعليق والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.